بسم الله الرحمن الرحيم. الكل تابع يمكن والكل شاهد مباراتنا يوم أمس مع نادي الأهلي السعودي. كانت مباراة قوية جدا، مثيرة جدا. فريقنا قدم كل ما كنا حقيقة نتمنى من عنده. كان الفريق يلعب بروحية عالية، بثقة عالية وكبيرة، وشكرناهم بشكل كبير، وكانوا يستحقون حقيقة الثناء، وأيضا يبشر بمستوى كبير ومقبل للرياضة سواء في نادي الشرطة أو للكرة العراقية. يوم بعد يوم يثبت اللاعب العراقي بأنه من خامة مميزة جدا، رغم كل الظروف الصعبة، لكن استطاع أن يجاري فريق كبير بمستوى الأهلي السعودي. كذلك أيضا نتقدم بالشكر لكل من اتصل وكان يتابع ويساند الفريق، وبدءا من الأخ الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة. كان هناك تواصل ودعم بصراحة كبير للفريق، وأيضا اليوم اتصل كابتن عدنان معالي الوزير وأكد أنه في حالة إن شاء الله الفوز في المباراة القادمة سيكون تكريم للاعبين والكادر التدريبي من قبل وزير الشباب ووزارة الشباب. كذلك كل الأخوة الرياضيين من أبطال الرياضة العراقية المقيمين في قطر كان لهم دور كبير في المتابعة وتقديم كل الدعم لفريقنا، وإن شاء الله نؤكد أن المباراة القادمة سينزل الفريق بثقة أكبر، وستكون أكيد مباراة جميلة وقوية.